هذا الشعب ذاك الشغب، هذا الشعب ذاك الشغب، هذا الشعب ذاك الشغب، هذا الشعب ذاك الشغب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ ذاك الشغب. الشعب سايق على الشغب وابو الشغب منهم تعب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ ذاك الشغب. سوينا بيهم العجب واللي زرب عينه ضرب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ ذاك الشغب. اي وين الشعب؟ هذا الشعب. انا وين الشغب؟ ذاك الشغب. الشعب سايق على الشغب وابو الشغب منهم تعب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ هذا الشعب. سوينا بيهم العجب واللي زرب عينه ضرب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ هذا الشعب. وسوينا بيهم العجب والشعب سايق على الشغب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ هذا الشعب. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم عن زخم جديد ينضم أو يرفض ثورة تشرين اللي صايرة بغداد، القادسية، بذي قار، بالبصرة، بميسان، بكل محافظات العراق. اليوم أكو إضراب عام. هذا الإضراب العام كان سبب لزخم جديد للثورة. طلاب العراق من شماله إلى جنوبه اعتصموا وخرجوا وطلعوا في هذه التظاهرات. اللي حبي يتصل بينا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة. أتمنى يتصل بينا أكبر عدد من المشاهدين نسمع آرائهم حول ثورة تشرين، حول الإضراب العام، حول ما حصل في بغداد. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. اللي ما يقدر يتصل بينا يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب وإن شاء الله نقرأ لها في الحلقة أو في الدقائق الأخيرة من الحلقة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسم الشخص ومكانه من وين حتى نعرف اللي دازلنا الرسالة منه ونبين للناس منه اللي كاتبها. بداية اليوم أكو إضراب عام، زخم جديد لثورة تشرين. طلبة بغداد طلعوا ووصلوا إلى ساحة التحرير ونزلوا في نفق التحرير بصورة يعني جميلة جدا، زخم كبير من الناس. خلونا نتابع طلبة بغداد شلون طلعوا. كم هائل من الطلاب في بغداد اليوم توافدوا إلى ساحة التحرير. يعني مثل ما شفتوا بالفيديو أنه الطلاب عددهم كبير جدا بحيث أنه الكاميرا ما قدرت تغطيهم وطبوا للنفق وما زالوا يتوافدون إلى النفق. ذي قار هي أيضا طلعت بتظاهرات طلابية، جموع غفيرة كانت لطلبة ذي قار. خلونا نتابع أهالي ذي قار وطلبتها.
هاي كان شكل التظاهرة اللي طلعت من طلبة محافظة ذي قار، جموع الطلاب والطالبات كلهم يهتفون باسم العراق وباسم محافظتهم. أيضا دعونا ما ننسى الصور كثيرة للطلبة، يعني مثلا طلبة محافظات بغداد أو عفوا العاصمة بغداد، خصوصا الزعفرانية، مدينة الصدر، الشعب، الحسينية، البياع، حي العامل، مناطق شرق بغداد، طلاب الجامعات والمدارس كلهم توجهوا مثل ما شفتوا بالفيديو اللي ظهر إلى ساحة التحرير. عفوا الهيئات التدريسية والكوادر الأكاديمية وأساتذة الجامعات العراقية أعلنوا عن اعتصام بكافة الكليات والمعاهد حتى تحقيق مطالب المتظاهرين. ونقابة الأكاديميين العراقيين ذكرت أنه الأساتذة التدريسيين وأعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات العراقية قرروا استمرار التظاهر السلمي والاعتصام بكل الجامعات العراقية والكليات والمعاهد. محافظات يعني العراق كثير من عندها دخلت في إضراب عام، في إضراب عام، عندك البصرة دخلت بإضراب عام وطلاب البصرة خرجوا إلى الشوارع، عندنا أيضا المثنى طلعوا الطلاب والظاهرة ودخلوا في إضراب عام، ميسان كذلك، المهندسين النفطي في مصفى كربلاء النفطي أعلنوا عن إضراب عام عن الدوام، ذي قار مثل ما شفتوا الملاكات التدريسية والطلاب أعلنوا باعتصام وتوجهوا كلهم إلى ساحة الحبوبي. عندنا أيضا واسط إضراب مفتوح عن الدوام بالدوائر الحكومية والأهلية تضامنا مع ثورة تشرين، وكلهم نزلوا إلى ساحات الاعتصام والتظاهرات. وعندنا ديالة تظاهرات طلابية بأربع مدن محافظة ديالة لإسقاط المنظومة الحاكمة ورفض ثورة تشرين. زينب من بغداد ويانا أول اتصال، حياك الله أخو زينب. يا اهلا وسهلا عيني. هلا بيك، هلا بيك اختي، تفضلي. طبعا اليوم حدث اضراب في بعض المدارس. نعم. في الصف الاولى والثانيه. نعم. وتم اسقاط النظام وتم تعذيب بعض الصفات الاولى والثانيه، وقام الطلاب باسقاط النظام، ومع ذلك بعض المدارس لم تسمح بذلك، وبعض المدارس قامت بالاطلاع على الشعب والمتظاهرين والتضامن معها وبعضهم لا. بس اذا تسمحي لي اخو زينب، اطلاق الرصاص وين صار؟ يعني عندكم معلومات المنطقه وين صار بها اطلاق الرصاص؟ والمدارس اللي رفضت هذا الاضراب او رفضت الاعتصام، يعني عندكم معلومات عنها؟ لو بس انه وصل لكم انه اكو يعني منع في بعض المدارس. اكو بعضها، واكو قام مثلا مدرسة من مدارس الصف الأولى قاموا بقفل الباب والكتابة على جدران المدرسة، وقاموا عادي بكسر القفل وإدخال الطلاب والدراسة كعادية، وقد جاءت بعض المشرفات للاطلاع على الدراسة ولم يقبلوا بأي تظاهرات وأي تظاهرات أو أي احتسامات أو أي إضراب. نعم. ولم تزامن مع المتظاهرين. نعم. نعم. زين، إطلاق الرصاص وين صار؟ اطلق الرصاص صار قريبا من منطقه الرصافه الثانيه. منطقه الرصافه الثانيه، عندكم اسم يعني المنطقه بالتحديد لو لا؟ لا والله، بس قام اطلاق الرصاص يعني بعض من يعني الاصدقاء قاموا بمشاركته على الفيسبوك. زي عندكم معلومات عن اصابات بالتظاهره لو لا؟ نعم، قاموا باصابه 3 أو 4 اشخاص. نعم. طيب المدارس يعني مثلا باكر همين راح تكون مستمره بالاضراب لو لا؟ مستمره، نعم مستمره، اذا لم يتم باسقاط النظام ستستمر المدارس والرصافات وتسقط كل الحكومه والدوائر، واذا يقولون الطلاب اذا صار الامر سيحرقون بعض الرصافات وبعض الدوائر الحكوميه اذا لم يسقط النظام ولم يستجيب عادل عبد المهدي. المطالبات بحقوق الطلاب والمدارس. نعم. نعم. شكرا لك اخو زينب. زينب من بغداد كانت ويانا عبر الهاتف، اعلنت عن يعني اصابه 3 إلى 4 اشخاص في التظاهرات الطلابيه اللي خرجت في منطقه الرصافه الثانيه. اعلنت ايضا عن وجود بعض المدارس اللي رفضت ان يكون هنالك اعتصام ورفضت ان يكون هنالك اضراب عن الدوام، واعلنت ايضا عن وجود بعض المدارس اللي قام الطلاب باغلاقها وكتابه يعني شعارات على بوابة المدرسة. شكرا لك أخو زينب. يعني متظاهر البارحة استشهد بالقرب من جسر
من جسر الأحرار وسط بغداد، يعني إثر إصابته بقنبلة أطلقتها القوات الحكومية على المتظاهرين. المتظاهرين سيطروا على جسر السنك، سيطروا على شارع المتنبي، سيطروا على ساحة التحرير، يعني البارحة إسقاط إلى الكتل الخرسانية اللي موجودة في شارع الرشيد عفوا. فالوضع في بغداد أنه يشهد انتصارات إلى المتظاهرين. نريد نعرف شنو سبب هذا الشيء. أم أمير من السويد، حياك الله. مرحبا، هلا بيك. شلونك عيني؟ ألف السلام عليكم، تفضل. يوم تحياتي عيني لكم وللجميع. حياك الله يمه. بس حبيت شفت والله منظر هالتظاهرات، الطلاب اليوم طالعين ويهتفون لو نروح 10 نروح 100، أقول لهم صلى عليكم إن شاء الله هم يرحلكم فدوى كليتهم. نعم. الشباب الحلو هذا اللي يطلع الله يحفظهم ويحميهم إن شاء الله وينصرهم عليهم، وده نشوف حقهم الله طلع بإيران، ده يشوفون إيران إيش يصير بيها. خلي يشوف سليماني، خلي يرجع يولي يرجع البلد، يروح يشوف لتارة، يشوف الاحتجاجات والاضطراب صار عندهم ببلدهم. كما تدين تدان، شي يسوون بالعراق الله ده يسوي بيهم. نعم. إن شاء الله الله ينصرهم والله يرفع راية العراق عالية إن شاء الله دائما وأبدا، ويحمي الجميع إن شاء الله. نعم. يسلم عيني. هلا بيك، هلا بيك أمه، شكرا جزيلا لك أم أمير. أبو أشرف من محافظة واسط، حياك الله أبو أشرف. واللي قال حيا، إحنا نبارك هاي الإذاعة المجاهدة الوطنية. يبارك بعمرك. الوطنية الحقيقة. يبارك بعمرك عمي. فإن الحدث على ما هو. واجبنا. وإحنا نريد تغيير الحكومة. داكملها وريد حكم رئاسي وريد محاسبة دول اللي قادوا من 2003 لحد الآن. أيوة. هاي أتمناها وإن شاء الله يحفظ العراق ويحفظ أهله. أبو أشرف، الأوضاع بواسط شلونها هسه؟ والله الأوضاع بواسط يعني ناس متظاهرة عندها الساحة 24 ساعة متظاهرة، واللي اتكت أكثريتها لا صح التحرير. مناصرة الثورة اكتوبر هناك على ساحة التحرير. نعم. ونسأل من الله أن يوفق الشعب العراقي ويزيح هذه الغمة اللي سيطرت عليه وشوفة الولايات. نعم. وشاكرين جهودكم. واجبنا أبو أشرف، لا شكر على واجب. شكرا 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 جزيلا لك أبو أشرف. من بغداد أم أزهار، حياك الله أم أزهار. أم أزهار، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها، حيي وحيي المتظاهرين اللي قدموا ما في نفوسهم، وسوف نتغلب على الكفرة الموجودين في الخضراء. اذا هم عندهم شويه ذره من الاحساس خي يستحون من هالناس اللي كلها تقول لهم حراميه اطلعوا مريدكم، لكن ما عندهم متشلبين بالكرسي لكن ان شاء الله احنا منتصرين عليهم وسوف نصحى لهم، نصحى كل المجرمين من عادل زوية الى المالكي الى اي واحد من هذول الجبناء اللي باغونا واللي سرقوا حريتنا وسرقوا اموالنا وسرقوا اطفالنا واذونا. ان شاء الله القوة والارادة والعزيمة للمتظاهرين، وان شاء الله الله يحييهم وينطيهم الصبر والقوة والله ينصرهم ان شاء الله. دعائنا مستمر لهم، دعائنا بكل صلاة احنا ندعي لهم بالتوفيق، وهذا اللي نقدر احنا نشارك به. وان شاء الله ان شاء الله الفرحة الكبرى لما نصحى للمالكي وخزعلي وهادي العامري بالساحة التحرير نفسها. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. زينب من لندن، حياك الله اخو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي. طبعا أحب أبارك الثورة الشريفة اللي طلعت، يعني ما شعورتها ماذا نعرف نعبر عن اللي دا نشوفه. نعم. وعلى الدماء الطاهرة اللي سقطت، أطهر دماء سقطت هي دماء هذه الثورة، لأن لا قادة سياسي ولا قادة مهمة
واحب اوجه كلامي المقتدى، خلي يترك الناس بحالها، يعني خلي يشوف جرائمه من مقتل السيد الخويب. افتحني الامام لحد اخر شيء 160 مليون دولار عم يبيع وطنه وباع حتى جماعته، فخلي يترك الشعب، لا يركب الموجة على حساب دماء ولدنا. زين، واحب اقول لولدنا كلهم من ابو التوك توك للجولتشي مال، والله نسيتها، مال القنابل، احب اقولهم انتم من اطهر الناس اللي الله خلقهم بالعراق. نعم، شكرا 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 اخو زينب. يعني اتخذت وصف الجولتشي للقنابل تقصد بها الصائدية، قنابل الغاز المسيله للدموع. ابو زمان بغداد نقول له الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك بك اخوي العزيز. بالنسبه للغرابات والاعتصامات، نعم، اليوم من الغزاليه وحي الجامعه نفق الشرطه العامريه الخضراء، كل الطلاب توجهوا وراحوا ساحة النسور. نعم. حاولوا منعهم قوات الشغب ما قدروا. حاولوا قدر الإمكان يفرقون تظاهراتهم ما قدروا. طبعا ضغطوا عليهم، وبعض قوات الجيش كانت مساندة للمظاهرات، حاولت أن تأمنهم، لكن بعض الشغب قام يحاول أن يفرق المظاهرات ما قدروا. الطلاب بجمعتهم توجهوا ساحة التحرير. ساحة النسور مغلقة من يوم تاريخ 28/11 الى 28/10. نعم. بسبب انه الاعداد وصلت بها بالالاف. اخر مظاهره كانت يوم 28/10 وصل عدد المتظاهرين بها فوق ال 3000 4000 متظاهر، وانت حضرتك تعرف حجم ساحه النسور، يعني مو كبير حيل. للان هي مغلقه بالسيم، يحاولون ما يخلون تكون بها مظاهرات، لان يعرفون انه لو وصارت بها مظاهرات وتكاثرت بها أعداد المعتصمين وأعداد المحتجين والثوار، راح تكون هي منفذ أساسي لدخول منطقة الخضراء. نعم. لذلك احنا نأيد ونشجع هاي المظاهرات تستمر، وأتمنى من خلال قناتكم الموقرة أنه تكون المظاهرات تبقى على هذه الأعداد. يقولون أن الأعداد قليلة، تشدد الأعداد مو قليلة، الأعداد متكاثرة، لكن تقسمت الأعداد إلى عدة محاور، جسر الأحرار، جسر السند، جسر الجمهورية، وتعرف ومو خافي عنكم، حضرتكم متواجدين بالساحات مال الاعتصامات وتشوفون بعينكم اللي دا يصير. نعم. الأعداد صح داخل التحرير ما تبين عد الإعلام، وما تبين عد الجهات اللي تيجي تصور، ما تبين كثيرة، لكن بالأفرع الأعداد ما إلك محط رجل بيها تمشي، ما تقدر تتحرك نال هنا. نعم. مختصرها هي للحكومة، رسالة قصيرة للحكومة، ما أريد أطول على إخوتي المتصلين باقين، رسالة قصيرة للحكومة، نقولهم ترى أنتم مجرد أداة، نقدر إحنا بكل سهولة مع احترام هاي الكلمة نلزمكم مثل ما نلزم القمامة ونرميها بسلة الحاوية، بسلة المهملات بالحاوية. نعم. فمختصر مفيد لهم، خلي ينسحبون بهدوء أحسن ما ينسحلون بالشوارع سحلة يسولف بها التاريخ إلى آخر يوم. وأنا آسف على الإطالة وأشكرك. شكرا شكرا لك أبو جمال، وأعتذر إذا غلطت بالاسم في بداية الاتصال. أبو الحسن من بغداد، حياك الله يا أبو الحسن. تحياتي أستاذ أفل حبيبي الغالي. تحياتي، أهلا بك، تفضل. الله رجال الثورة، وحيا قناتكم الشريفة، قناة المشروع الوطني العراقي. حيا من قال. طبعا بالبداية أحيي كل الثوار، ثوار تشرين البطلة الذين سطروا ملاحم البطولة. نعم. طبعا من هذه الثورة انطلقت ثورة عظيمة في طهران في إيران لإسقاط الملالي العفيني، هذه المؤسسة الدينية التي قد خلقها CIA والمخابرات المركزية الأمريكية لوصولها إلى العراق وإيران، لكنه إن شاء الله سوف تتحقق هذه العاصمتين بغداد وطهران من هذه الملالي ليذهبون إلى تاريخ أسود إلى الأبد غير مأسوفين عليهم. أخي أفل، بالنسبة إلى هذه الثورة قد حطمت كل المشاريع الاحتلال الأمريكي والصهيوني وأيضا الاحتلال الأمريكي الإيراني البغير، لا بد من صمودها، وهذه الثورة التي لم تحدث في تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية 1 تشرين
هذه الجموع البشرية الهائلة، الأبطال الذين سطروا ملاحم البطولة، شباب لا يعرفون الجيش، لا 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 لابسين بالجيش ولا مارين بأي حروب ولا دكتاتوريات، إنما دول الشباب يختلفون عن أجيال السابقة لأنهم لا يعترفون إلا بشيء واحد، إي نعم أو لا. فأيضا هذه الثورة يجب مساندها من كل دول العالم وخاصة الدول العربية، مع الأسف هناك سكوت وصمت دولي وصمت عربي مع الأسف. لا بد أن يكونوا يعيدوا حساباتهم، لأن العراق هو جمجمة العرب، بغداد عاصمة السلام، عاصمة العرب، أنها كانت في منطلقة لتحرير كل الدول المستبدة. مع الأسف الشديد أنا أعتب على الدول العربية وخاصة شعوبنا العربية، رغم ما هناك صمت دولي، والأمم المتحدة أيضا شاركت مع كل هذه الطبقة السياسية الفاسدة في قتل شبابنا في هذه الثورة العملاقة. فأبشرك يا أفل، أبشرك يا أخي أفل، إنه قد يتحرر العراق من هذه الطغمة الفاسدة وهذه المؤسسة الدينية التي دمرت العراق ودمرت المنطقة باسم الإسلام والتشيع، إنهم بريئين، وإن شاء الله نزف لكم هذه البشرة، نفتح طريق لكم بالعودة، أبطال الذين قد غادرتوا العراق قسرا من وراء هذه الأسماء القدرة الكاحلة التي قد جتمت على رقاب العراق. العراق بلد به رجال، العراق مزروع. أبو الحسن شكرا، شكرا جزيلا لك لانضمامك، أن انقطع الاتصال بي أبو الحسن. وئام من أمريكا، حياك الله أخت وئام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي. جزاك الله خيرا. أنا والله يعني حقيقة بس حابة أوصل فد رسالة بسيطة لأبنائنا ولأهلنا ولشبابنا في بغداد وفي كل محافظات العراق. نعم. إحنا هنا في أمريكا أقسم بالله إحنا هنا قلوبنا تتحترق كل ما نشوف الأخبار. إحنا متابعين الأخبار طبعا ومرابطين على التلفزيون في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، وقلوبنا معاهم دائما بالدعاء بالابتهاء لله سبحانه وتعالى بأن ينصر هذول الشباب، بأن ينصر العراق، ينصر العراقيين في كل مكان وفي كل زمان. ودائما احنا نستذكر كفة والأمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أنه العراق جمجمة العرب والعراق رمح الله في الأرض، فاطمئنوا رمح الله لن ينكسر، فلن ينكسر العراق إن شاء الله، لن ينكسر بقدرة الله سبحانه وتعالى وبدعوة وبراية أبناء المجاهدين الأبطال المخلصين. إحنا هنا في أمريكا طبعاً إحنا بقاعدين ولا ساكتين، إحنا هنا في كل أسبوع نطلع مظاهرات، في كل أسبوع نطلع مظاهرات تأييد لأبنائنا والشبابنا والولدنا، ندعي لهم إن شاء الله في كل ثانية رب العالمين يحفظهم ويحميهم ويبارك فيهم ويسدد رميهم إن شاء الله وينصرهم على كل من عادهم. إحنا العراقيين دائماً أصحاب الهمة وأصحاب الغيرة، وإحنا منبع الرجال والرجولة، ودائما رح نبقى شامخين، ودائما رجاءنا العز والشموخ والانتصار، وإن شاء الله رب العالمين معانا وما يخذلنا إن شاء الله، واللي رب العالمين معاه مستحيل يخذل، ودائما علامة النصر وشارة النصر. شكرا. إن شاء الله صبر، صبر من الله وفرج قريب إن شاء الله للعراقيين إن شاء الله في كل مكان. شكرا. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. الله. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لك أخت وئام. يعني العراقيين في المهجر وأغلب المتصلين يتصلون بنا من دول المهجر، أغلبهم دموعهم تكون يعني سابقة الأحرف من أفواههم، هي هاي دمعة الأم والأخت والابن البارة بالعراق ودمعة الابن البار بالعراق. مشاعر العراقيين بالمهجر جياشة تجاه ما يحصل في العراق، لأنه يعتبرون أنه آن الأوان لإزالة الفساد من العراق وما يصح إلا صحيح. محمد من ديالى، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذي، شلون صحتك؟ نحمد الله، أنتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك. قبل 4 أيام 5 ابن عمي اجى من ساحة التحرير. إيه. فراح صارت مظاهرات هناك بساحة الخلاني عسنك. نعم. إيه. اي فيقول صرنا وين شفنا بالحجار، فيقول اجوا هذول القوات الامنيه كانوا يحرقون المباني وذبوها براسه، يشهد الله قال بعيني شفتهم. ايش قال؟ بس لان اذا تعيد لي ما سمعتك.
قال صارت بيناتنا بالحجاره هم يذبون علينا من هالقنابل المسيله للدموع. زين. ايه يقول مباوع عليهم هو بليل صارت، يقول مباوع عليهم كان يحرقون البنايات وذبوها براسنا. قسما عظما حلف هو ابن عمي. نعم. بالله العظيم قال شفتها بعيني. وان شاء الله هاي الحكومه على زوال بحيل الله اليوم باكر. ان شاء الله ونخلص من عندها ويرجع عراقنا موحد ان شاء الله. نعم ان شاء الله. واشكركم وبارك الله بكم على هاي برامجكم، مشكورين. لا شكر على واجب اخ محمد، هذا واجب قناه الرافدين اتجاه الشعب. ومصادر طبيه عراقيه اعلنت انه 700 اصابه بثوره تشرين منذ ان انطلقت، ادرجت هاي الاصابات ضمن الاعاقه المزمنه، يعني هاي الإصابات بالقنابل وبالإطلاقات الحية خصوصا بعد ما وجدوا أنه أغلبها قريبة من النخاع الشوكي، سببت إعاقة إلى 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 الأشخاص أو إلى المعتصمين أو إلى المواطنين العراقيين. أيضا أنه آلاف الإصابات سجلت خلال فترة تظاهرات متباينة تضم حالات إصابات مباشرة بالرصاص الحي وقنابل الغاز وحالات الدهس من سيارات القوات الأمنية. عندنا اتصال من عاصمة الرشيد سمر. سمر من بغداد، حياك الله. عيني حياك الله استاذ أهل. قبل ما احكي باي شيء بخصوص موضوع المظاهرات وما ادري شنو، اول شيء بس اريد اقول شغله مهمه، يعني تحياتنا قناه الرافدين اللي قاعد تقدم هاي الشغلات اللي كل زينه ويانا. شغله ثانيه بس قول لي تجمل او شفت فلوس شنو هالجمال، والله طلع قناه الرافدين على مود. كمل. يلا باي باي. نعم. انقطع الاتصال ويا الأخت سمر. يعني حسب ما فهمت في بداية كلامها أنه ما يصير اللي دا يصير بالشباب، ليش دا ينقتلون، وانهمرت دموعها للأخت سمر. أم محمد من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مرحبا استاذ، اهلا بكم على هالبرنامج هذا. شكرا لله، بارك الله فيكم. انا بس يعني اتاذى من اشوف المتظاهرين واشوف هذا الوضع والشهداء، يعني نعزي اهل الشهداء على هاي المصيبه، الله يساعدهم الله يساعدهم. ترى اللي يفقد انسان يعني مو شيء هين، ترى هو وهم شنو من جيل ابطال، يعني ذولا المواليد 2003 والأربعة 2003 وأربعة حتى ذولا التسعينات ذولا ابطال، يعني اللي هم دا يسووا احنا ما قدرنا نسوي. هي طبعا من الانتخابات من صارت فاشله المفروض وقتها الكل يطلع، الكل يعتصم، الكل يسوي ضرب، احنا هم خطا بينا، احنا سكتنا، احنا المفروض من نشوف انتخابات كلها مزوره، هي اصلا شرعيا فاشله هاي الانتخابات فاشله، فالمفروض احنا ما نسكت، بقتها احنا ما نسكت، هم ظلوا قالوا المجرب لا يجرب، هم ظلوا نفسياتهم، ظلوا نفسياتهم يدمرونه، نفسياتهم هم ياذون الشعب. انا بس اريد شغله اعبر عنها، انا عندي 3 ايتام قاعده بايجار والسقف يخر علي، تقاعد يزودون 100,000 100,000، انا اتمنى حسيتهم او البرلمان الله ينتقم منهم 100,000 يزودون، احنا ننتظر سنين، ترى تقاعد خطيه بالشهر السادس طالعين بالحر متظاهرين خطيه يردون زياده، قسم البرلمان الله ينتقم منهم رفضوا الشهر 800، انكم جايبين منكم انتم حراميه، ما تدخلون 100,000 على اساس 600 سووها 500، ماكو هيك شيء، يعني تدشفون الشعب ده يتكتل يتظاهر ويستشهد ويعني شو اقولن؟ والله اقول الشر البليل ما يضحك. والله يا عمي هاي ماكو، يعني المفروض ذولا ما يبقون بعد. الله ينتقم منهم ذولا، الله ينتقم منهم، بس هذا اللي اقوله. نعم شكرا عمي. شكرا لك ام محمد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر لكن بعد الفاصل.
هذا الفيديو بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار، رغم يعني التساقط الكثيف وهطول الأمطار بغزارة، المتظاهرين ظلوا بالشوارع وظلوا يعني يعتصمون وظلوا يهتفون إلى العراق. هذا العراقي من يحب بلده. أبو مريم من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك أحوالكم؟ بنعمة إن شاء الله، أنتم بخير. إن شاء الله فضل الله وهديك بخير إن شاء الله. السنة العزيزة إحنا مطالبنا واضحة. نعم. بس الحكومة مشينها التسويف من عدا ما جاي نعرف. يعني أبسط الأشياء اللي هي لجنة تعديل الدستور. إحنا طالعين إحنا على أصوات الحكومة ورمتها بكلها يعني. نعم. أحد الشروط ما اللي هي تعديل الدستور يعني يخلي لي شخص من تيار الحكمة، هاي أفضل أشياء، ورئيس لجنة يعني هي هاي الطامة الكبرى. عندك الساعدي صباح الساعد ما مكمل هذا القانون، كذلك بعض اللجنة يعني جاي جبروك قلوا لك اطلع. يعني حتى تشكيل لجنة ما عندهم. معقول العراق خلاص من هاي الكفاءات الموجودة؟ يعني ماكو بعد كفاءات. أبو مريم سؤال، يعني أنت تقول مطالبنا، يعني هو مطالب المتظاهرين هي إسقاط النظام، إسقاط العملية السياسية، تغيير العملية السياسية، تغيير الدستور وليس تعديل الدستور. يعني تتوقع أنه الشعب راح يرضى بلجنة تفصل الدستور مرة ثانية بعباية جديدة للكتل السياسية وللأحزاب؟ ما يعني اولا تغيير الدستور مو بالسهوله. نعم. صراحه يعني حتى قانون، بس اسمح لي، القوانين اللي وضعت يعني القوانين العالميه البروتوكولات، تغيير الدستور مو بالسهوله تتم، لكن تعديله ممكن، بس تعديل على فقرات مهمه مثل فقره 100 وماده 140 اللي هي اعطاء كركوك، مثل امتيازات الكرد. تغيير الدستور يعني أبو مريم سؤال، تغيير الدستور عالميا مو يصير على استفتاء من الشعب، وإذا الشعب وافق يغير؟ أحسنت. زين، هذا أكبر استفتاء اللي دا يصير هسه بالعراق، الشعب كله مرايده. مو هي هاي المشكلة، المشكلة فقرة بالدستور اللي العفو مادة بالدستور نص إنه إذا خرجت 15 محافظة على تعديل هذا الدستور أو تغييره ما يتم. في حالة منتب شنو؟ إذا 6 محافظات رفضت، يعني بهاي الحالة 15 محافظة أضربها بأرض الحائط والله على 3 محافظات، لأن يعني حتى الدستور ملغوم، يعني ما جاي أعرف أنا، يعني ما. يعني دستور تفصل بصراحة، أنا خلينا نحكيها بصراحة، تفصل بس على الأكراد، أما السنة والشيعة فمضروبين أرض الحائط. يعني بس السياسيين الشيعة والسياسيين السنة ناس تراق التهوا بالسرقات وعافوا أبناء جلدتهم، أما هذولاك استفادوا سواء بامتيازاتهم وبنفس الوقت سواء قبل النفط مع كركوك، فأذوا البلد. نعم. شكراً جزيلاً لك أبو مريم. أعتذر لقطع الاتصال لكن عندي اتصالات كثيرة. أبو وقاص من لندن حياك الله. كالله أخي. هلا بك. يعني بس حبي أتعلق أنه فد نقطة. نعم. الوضع الإيراني كان يعني متوتر، لأن النظام كان خايف من مظاهرات، من انطلقة المظاهرات في العراق قبل لا تحدث المظاهرات. في هذه الفترة أعلنوا في توقيت غير مناسب زيادة أسعار الوقود في إيران، واللي سببت التظاهرات. يعني هل من هم من الغباء أن يوقفون هذا في هالتوقيت الحج؟ السبب أنه هم تحت ضغط مادي، وهذا يدل على أنه كانوا معتمدين على جزء من ميزانية العراق، ومن صارت الإضرابات بالعراق والميزانية مال العراق أكيد تأثرت، صار الضغط عليهم أكثر واضطروا لزيادة أسعار نفطهم، وهذا يدل على أنه هم مستفادين من اقتصاد العراق بصورة مباشرة، من تمويله من العراق من خلال الأحزاب وعملائهم اللي بالعراق. هاي نقطة. النقطة الثانية نعم. أنه المجتمع الدولي غير منصف، والأمم المتحدة منصفة،
وكلها منحازة، وأمريكا مستفادة من بقائهم والتقت مصالح إيران وأمريكا في هذا النظام اللي يجرد العراق من دولة العروبي ويخليه دولة متخلفة ما بها أي نحوة. والطرف إيران وأمريكا التقوا في مصالحهم في هذا النظام، وبالتالي لن يتحركوا، دمهم بارد في كل ما يصير بالعراق وكل الشهداء اللي صارت. نعم. النقطة الأخرى أنه أنا أطلع متظاهر بالعلم، لكن دين يقول لي العين بالعين والسن بالسن والحرمات قصاصا، فليطلق علي النار يعني شلون أظل بالعلم وياه؟ ما يعني شلون يعني هذه المعادلة؟ شكرا 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 لك أخ أبو وقاص. من مصر مصطفى السيد، حياك الله. أيوة، السلام عليكم أستاذ عسل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحن أول شهداءنا الأبرار، الرحمة والمجد والخلود والعزة والشرف لشهداءنا الأبرار. نعم. الله عز وجل بشفاء إخوتنا الجرحى والإفراج لإخوتنا الأسر والحرية للعراق وللأمة وللإنسانية. أما سيدي بالنسبة للإضراب، العكس فنحن نؤيده تأييد مطلق وهو فعال جدا، وعنده جميع المحافظات العراقية إلى إنقاذ الأمة كلها من الضياع والهلاك. الوطننا بيتباع، ثرواتنا بتتباع، حكامنا مع الأسف الشديد يعني هم في وضع وإحنا في وضع مع الأسف، يعني إحنا مش عاوزين ننتقدوهم احتراما لحقهم، يعني نعلم الوضع جيدا، ونطلبهم يعني أقل ما فيها يعني انحاز الشعوب، أيد الشعب العراقي، الشعب العراقي خرج على عصابة، وكنتوا بتقولوا إن إحنا ضد العصابة. وزير مجرمين والتاريخ اللي بس مشترك أنكم مطلوبة من العراق، يعني تناقض تناقض غريب عجيب. لماذا جميع الأقوال تتخذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هؤلاء القتلة واللصوص والعصابات والميليشيات؟ لماذا تنتم الحكام العرب أهمونا؟ يعني ماذا نسيب أوطاننا فيها؟ نسيبوا للفرس للنظام الفارسي المجرم العنصري يقتل الأبرياء ويعيش فساد في الأرض بهذا الطريقة؟ فنطالب ثورتنا العراقية بأنها تشتد أكثر، تشتد وتحاصر وتمنع تصدير النفط بفورة، ونطالب فورا ونطالب شعبنا البطل بعائلة الجامعة العربية مع اعترافتش بالثورة فورا، فالشعب العراقي يعلن عدم اعترافه بما يسمى الجامعة العربية ويؤسس لنا بحراف. نعم. شكرا شكرا لك أخ مصطفى. انقطع الاتصال ويا أبو إيهاب من ديالى، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي العزيز؟ حبيب قلبي، أنا بخير إن شاء الله، أنت بخير. الله يعزك ويستر عليك. أنا طبعا من أحد الناشطين من أهل ديالى وكنت بالتحرير. والنعم، تفضل. صار لي تقريبا يومين من رجعت. الموضوع احنا اللي نحكي به على قضية بلدنا، وانا حكيت هواية هناك عندنا منصات مال المجتمع المدني، والتقي بالشباب شوية اسويلهم عامل حافل. واللي شفته على جسر السنك، اللي شفته على جسر السنك كيف استخدام، شلون يستخدمون الغازات السامة وشون يقتلون البشر بأم عيني، وعندي تصوير رحت أدزهم أدزهم على الواتساب. ابعث لنا على نافذة، أنت ترى الرقم يظهر أسفل الشاشة في كل وقت. نعم. الواتساب مالكم غير؟ نعم. أدز لكم إياه هو، والمهرجانات اللي سويناها هناك تحت التحرير، يعني حتى التقى بي إذا عدجلة هناك، قلت له يعني هو الحكومة هي أساسها باطلة. ليش باطلة؟ لأنه بالألفين وثلاثة من إجت احتلت العراق، فمن احتلت العراق، العراق بيه دستور، وهم لقوا هذا الدستور وإجر إبرايمر اللعين فدواه على وفق مصالح. طيب. مصالح أمريكا ومصالح الإلكراد، طبعا أخذوا الحصة الأكبر هم من عدها، وبقى هذا الشعب هم يتنعمون ويأكلون ويشربون وجوعوا هذا الشعب، وأغلب الناس اللي دا تنقتل هم الباسيج. طيب. الإيراني والحرس الثوري. طيب. موجودين على السنك وعلى الجمهورية وعلى الأحرار، أغلبهم من إيران الباسيج والحرس الثوري. نعم. وهذول الشغب عبارة عن شنو؟ هم تابعين للباسيج هذا. طيب. وبالنسبة لعادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي إنسان
لا يحل ولا يربط وكل شيء ما يسوي كل شيء ما بيده. هي الشغلة صايرة بين أمريكا وبين إيران، هم ذول الطرفين لعنة الله عليهم. نعم أبو إيهاب من دياله، أنا أعتذر أنه يعني راح أقطع الاتصال، لكن أدركني الوقت وأريد أقرأ بعض رسائل الواتساب لأنها كثيرة جدا. شكرا جزيلا لك وإلى كافة المتصلين. عندي رسالة تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين، صوت الشعب. مقتدى صدر يريد ركوب الموجة، أدعو إخواني الثائرين بعدم السماح له بركوب الموجة، فهو عميل إيراني وعميل للمجوس. مع تحياتي أخوتكم المنتفضة المرابطة في ساحات الاعتصام مظلومة عابر دلي. عند رسالة أخرى تقول: السلام عليكم على قناة الرافدين الحرة، إننا قادمون، جئنا نحمل همومنا على ظهورنا، لا نرضى لأي منهم التحكم بحياتنا، ابعدوا وتلاشوا خيرا لكم، لأنكم دمرتوا البلاد وحتى قلوبنا، حتفكم بإرادة هذا الشعب سيرسم على النشم من النمسة. عند رسالة أخرى تقول: أريد أشوف تعليقات الأخوة، والدتي تجلس أمام التلفاز وتتابع رافدين وتقول: متى ينتفض الشعب العراقي سابقا، ونفسي أشوفهم ينتفضون قبل ما أموت. الحمد لله هي الآن تعيش الفرح لانتفاض العراق وتنتظر النصر الكبير. آني نور الهدى من الأنبار. عذرا أستاذ أفا، رسالة رد أبو حاتم من الموصل: تحية طيبة لكم ولقناة الرافدين، أريد أرد على الحرة العراقية اللي دقت تليفون البارحة في ولاية فرجينيا وأقول لها: نحن العراقيين أهلها رجال القادسيتين، عد عينات يحرم على كل عربي لبس العقال بعد هذا النداء. رسالة أخرى تقول: منصورة يا عراق على الظلمة، ضربة ثانية لإيران في مظاهراتها، إن شاء الله كسر خشوم الفرس. رسالة أخرى: مساء الخير أستاذ وعلى العراق العظيم وعلى قناتكم الشريفة، الإضراب العام شيء ضروري، لازم العراق كله يسوي إضراب، وإحنا أهل الشمال قلبنا وياكم، والنصر قريب إن شاء الله. أنا أبو سيف الكردي من زاخو. السلام عليكم، والله فرحان اليوم من الشعب الإيراني اللي حرك صور الخميني، هاي حوبة الشهداء. أخوكم أبو عمار من أبو غريب. السلام عليكم، أنا هبة كويتية من كندا، حياة الله وحيا الله أهالينا في الكويت، أتمنى النصر للشعب العراقي، قلوبنا معكم لستم وحدكم. رسالة من إيمان النشمي من النمسا: السلام عليكم، شكر جزيل لقناتكم قناة العراقيين الحقيقية، وإن شاء الله بالمستقبل تكون القناة الرئيسية في بغداد. أحيي كل المتظاهرين على خروجهم واعتصامهم، هذه هي الشهامة والشجاعة، نحن هنا في النمسا نشد على أياديكم وننحني لهذا الاعتصام، أنتم من يصنع المستقبل. السلام عليكم، نزهة كامي عراقية من ميونخ، أحيي الشباب في كل المحافظات وقلوبنا معكم، وخطوة الإضراب العام خطوة ممتازة نحو التخلص من الحكم الفاسد. أحييك أخ أفل وأحيي قناتكم الكريمة قناة المفضلة. أما بعد، رسالتي إلى أخوتي الثوار: استمروا في اعتصامكم وإضرابكم، ولا تدعوا راكبي الموجات سواء كانوا سياسيين أو لا تدعوا أو دول خارجية، فالكل لا يريد مصلحة بلدنا واستقراره، أنتم من تقررون مصيركم بأيديكم. مع تحياتي أخوكم المنتفض صعيب مشاي أبو فايز. رسالة أخرى تقول: تحياتي لقناة الرافدين التي ساندت التظاهرات من اليوم الأول، ألف تحية للأبطال المتظاهرين بكل العراق، والله ينصرهم على الظالمين، تسقط ذيول إيران الفاسدين. أبو عمار من أمريكا. السلام عليكم أخي العزيز، تحياتي إلى كل المتظاهرين في العراق. رسالة من لهفة من ألمانيا: السلام عليكم وشكرا لكل العاملين فيها، وبارك الله بكم ولقناة الرافدين، سلامي لشعب الغالي، النصر للعراق وعلى الأبواب بسواعدكم الأصيلة وسلميتكم التي هزت العالم لرجاحة عقولكم التي أثبتت أنه أنتم أهل الحضارات وثقافتها. صدى ثورات الأبطال في العراق يزعزع إيران ويصيب هذه العصابات المرتزقة بالذعر لسقوط أسيادهم في سلطة الشعب. سعد من السعودية: السلام عليكم، أنا أحيي الشعب العراقي اللي قاعد يتظاهر ضد الفساد، تحية تقدير وإجلال لقناتكم الشريفة. إيران صار لها 40 سنة تريد تصدر ما يسمى بثورتها الإسلامية للعراق وفشلت، لكن ثوارنا صدروا ثورتهم لإيران خلال 40 يوم. أخوكم أبو عمر. الشخص كاتب: أنا أحيي الثورة العراقية وأحيي الثوار. السلام عليكم أستاذ أفل، عزيزي بالنسبة للحرامية اللي يحكمون هم ميتين خوف، وسبب تأخيرهم بالاستقالة بسبب المحتل اللي جابهم، حاجزهم لحسابات خاصة بهم وتوقيعهم على أرقام خيالية وعقود وهمية لاستنزاف الزينة العراقية اللي دول كبرى عايشة بضيم فدية العراق اللي ربي مبارك به، اللهم زد وبارك ببلدي عايشين بخيره. هو يقصد مليون تحية وسلام للشعب العراقي.
والسوري وإلى الأمام، هذه بوادر تحرير الأمة. آخر رسالة راح أقراها، السلام عليكم، أنا عبد الجليل من المغرب، الله ينصر الشعب العراقي يا رب. هذا كاتبها بالجزائر بالمغربي ما فهمتها، إن شاء الله ينشر السلام عندكم ونشكركم كثيرا. أعتذر من السادة اللي كتبوا الكثير من الرسائل وما قدرت أقراها لضيق الوقت، أعتذر من الأشخاص اللي يحاولون يتصلون في ختام الحلقة وما قدروا يدخلون ويانا بالحلقة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم وأيضا بنفس القناة. نلتقيكم إلى اللقاء.